زميلي. لا ده تزعم براحتي. طمت عليا ولا ايه؟ انت لما بتضرب كيمياء بتبقى رخم. خلاص خلاص الزعم يا عم براحتك. انا هروح. اللي انت كويس. سوقك يا ونش. آخرة الخيانة الدم. هربت عليهم الباب محدش بيرد عليا. في ايه؟ بطاقتك. وفي ايه؟ بطاقتك خلصي. ايه؟ بطاقتك خلصي. حاضر. اتفضل. انت كنت جاي ليه هنا يا غنى؟ انا كنت جاي اطمن على فتون صاحبتي. فتون. اخر مره شفتيها كان امتى؟ كان من حوالي اسبوع كده. واصل انا بتصل بيها كتير قوي على تليفونها بس تليفون مقفول وما بتفتحوش خالص. فقلقت بصراحه قلت اجي اطمن عليها. لا قرايب هنا ساكنه في حته تانية. لا بصراحه انا ما اعرفش اي حاجه عنها غير بيتهم ده. هو في حاجه؟ هم متخانقين مع حد؟ ما تساليش كتير، انا اللي اسال بس. خلاص. طيب حاضر، انا بس بستفسر يعني. يلا خدي بطاقتك ما تقفيش هنا كتير. حاضر. كلمه واحده. يلا. شكرا. بسرعه. هو في ايه يا مونس؟ والنبي يا اختي احنا على الحال ده كده بقالنا يومين من ساعه ما الونش اتقتل. هو الونش اتقتل؟ طب سلام بقى يا مونيزو. سلام يا حبيبتي. عايزة فلوس. مش معايا فلوس كتير، عايزة ايه؟ عايزة أروح زيارة علي. أنت اتخبلتي في نفوخك؟ عايزة تسلمينا؟ ليه يا أخويا وأنا كنت عملت إيه؟ من زمان أصل هي بلغت عني وعنك. يعني تفتكر لو رحت الزيارة هيقبضوا عليا؟ آه طبعًا. هي الدنيا مالها سودت كده ليه؟ طب عايزة أفتح الموبايل عشان أكلم علي. ما تفتحوش اليومين دول، اصبري شوية. طب أنا موبايلي مقفول، وموبايل البت عسلية عاملة له نمرة، قافلاه. علي كده يتجنن. بقول لك ايه؟ انت تعرفي البيت اللي كانت شغاله فيه البت عسليه؟ يا اخويا اعرفه، ورا الشيخ زايد. تفتكر البت راحت على هناك؟ يمكن. طب تحب يا اخويا نروح لها؟ ايه يا بت؟ ايه اللي اخرك التاخير ده كله؟ فضلت الف ساعه ونص في الشوارع يا فتون. ليه يا اختي؟ ساعه ونص بهرب في الشوارع من الحكومه. الحكومة كانت ماشية وراكي؟ أيوه. بولاقة كلها ملغمة مخبرين. الولاية موميزو قالت لي إنه بيدوروا عليك من بعد ما اتقتل الونش. يا مصيبتي السودا، الونش اتقتل؟ إمتى؟ من يومين. وأنت تعرف يا أخويا حاجة عن الموضوع ده؟ أعرف منين؟ إحنا من ساعة ما سيبنا بولاقة ما عتبناهاش أنا وأنت. المصيبة دي بقى إحنا نهرب من المصيبة. تجي لنا مصيبة أكبر. نعم؟ مصيبة ايه يا فتون؟ مصيبة ايه اللي انتوا هربانين وجايين منها هنا؟ على فكرة أمين الشرطة اللي وقفني خد بطاقتي وبص فيها كويس قوي، يعني أكيد حفظ العنوان. هيعرفوا منين إن احنا عندك هنا؟ لأن انتوا ضحكتوا عليا يا أستاذ راشد وضللتوني وديتوني بلاء على العماية، فاضطريت أقول له إن أنا صاحبة فتون وعسلية. يا لهوي. وتفتكروا ان هما هيجوا لحد هنا؟ بس بقى ما تسخنيش انت كمان على الفاضي.
انا هنزل. تنزل تروح فين وتسيبني لوحدي؟ غرايه فتون، هنزل اعس على موضوع الونش ده. موبايلي مقفول وموبايلك مقفول، هنتكلم ازاي؟ هاجي اخر الليل، ما تنزليش. ودي بقى اخرتها مش كده؟ اخرت اللي يقف جنبكم ويعمل معاكم جميله يتعص. كتر خيرك يا غنوه، وعموما عادتنا عندك مش هتطول. سلام. هو اللي قتل مفتون مش كده؟ نفسي ما يطلعش هو. انت بتطلعي على بحر ميداني المرسي ابو العباس، جنب منه بالظبط الصعيد بتاع الجيلاتي، فوق منه الدور الاول مكتب الحاجه ام صباح، ان شاء الله تساعدك. والله يا حبيبتي انا مش عارفه اقول لك ايه، بس انا ما اقدرش اشغلك من غير بطاقه. الشغل عندنا ليه اصول. معلش. الحمد لله على كل حال، الحمد لله على كل حال. انا حاجه لو تسمحي لي يعني اقوم اتوضى واصلي الظهر وبعدين امشي. تمشي تمشي تروحي فين؟ اروح ادور على بيت عمتي ده اللي مش لاقيه بقالي يومين. استغفر الله العظيم يا رب. طب بقول لك ايه، قومي انت توضي وصلي وبعد كده نشوف هنعمل ايه. اعملي حسابك مش هتمشي من هنا. يعني هتشغليني؟ ان شاء الله هتفضلي في المكتب هنا معانا، وبعدين بقى هبقى اقول لك هتشتغلي ايه بالظبط. الهي يسترك ما يفضحي. امين. الهي يجازيكي بيا بكل خير. امين. الهي يا رب يوصلك على من يعني. الله العظيم يا حبيبتي انا ما عملتش حاجه، انت هتركبيني كده ذنوب. طب يا اصلي فين يا حاج؟ بص يا حبيبتي اخر الطرقه كده في حمام، اتوضي وبعدين هتلاقي على ايدك اليمين كده الاوضه اللي تصلي فيها. حاضر. عن اذنك يا حاج. اتفضلي يا حبيبتي. ربنا يخليك يا رب، ربنا يسعدك يا رب، ربنا يبعد عنك عدوينك يا رب. لا قوه الا بالله. باشا في حاجه يا كابتن؟ بتدور على حاجه؟ في واحد شغال عندكم هنا اسمه عسليه. لا ما عندناش الاسم ده يا عم. انا متاكد ان هي شغال عندكم. بقول لحضرتك ايه، انا مش ناقص تكسير في الدماغ، انا عارف شغلي كويس وعارف مين شغال ومين شغال. بقول لك ايه، اتكل على الله روح دور عليه في حته تانيه. خلاص يا عم بالراحه يا عم. اهلا 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 اهلا، سعاده البيت. اتفضل يا بيت. ايه ده ايه ده ايه ده يا راشد؟ عامل ايه؟ ازيك سعادة الباشا؟ كويس؟ الحمد لله. يا رب دايم. ايه ده انت، ايه اللي جابك هنا؟ بدور على مرات عسليه. عسليه هي كانت موجوده من يومين. اهو شفت؟ مش قلت لك شغال عندكم جوه؟ عسليه دي مين يا بيه؟ دي سالي يا حاج سالي. سالي، والله يا بيه ما اعرف انها اسمها عسليه. انا ما اعرفش انها اسمها زالي عندكم يا باشا. المهم يعني انا حصلت مشكله بيني وبينها كده وكنت عايز اصلحها يعني. هي قعدت نص ساعه ومشيت. مش راحت فين؟ لا ما قالتلناش بقى. بقول لك ايه يا حاج، ما تخش تشوف عندك ايه شغل جوه. حاضر يا بيه. اتفضل. بقول لك يا راشد، بما انك هنا معكش حاجه حلوه. والله يا باشا انا واقف بقالي كذا يوم. طيب انت مسجل رقم تليفوني، لما يبقى معاك حاجه كلمني. حاضر يا باشا. اتفقنا؟ حاضر يا باشا. ماشي حبيبي، عايز حاجه؟ ماشي. خلي بالك على نفسك بقى. يا زينب. زينب. أنا يا حاج. أنا همشي بقى يا حبيبتي. طيب يا حاج. وهقفل عليكي من بره زي ما قلتلك، ومش هتخافي وأنت قاعدة لوحدك. ربنا معايا يا حاج. يا حبيبتي ربنا معاكي. بقولك إيه، تقفلي الشبابيك والإزاز وتطفي الأنوار. حاضر. فهماني؟ حاضر. سلام عليكم. بأمان الله يا حاج. الله يخليك يا حبيبتي. مع السلامة. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله.
راشد يا ابني، بقالك سنتين غايب عني، ويوم ما تحب تشوفني بقى عايز تستلف فلوس. اعمل ايه بس يا عم، الايام دي الدنيا معكوكه معاها على الاخر. والله على الناس كلها يا ابني، بس انا اتجوزت. اتجوزت؟ اخص عليك يا ناد، انا ما اعرفش، هو انا مش في مقام ابوك؟ والله العظيم ثلاثة كده جت على الضيق وفي السريع، ما انت عارف الجواز كله التزامات. من غير ما تحكي كتير، انت اول ما كلمتني في التليفون وقلت انك عاوز تقابلني عرفت انك عاوز فلوس. خد يا عم ادي 150 جنيه اهم، عشان لما تقصدني في حاجه ما ينفعش اقول لك لا. 150 جنيه مره واحده؟ على العموم تشكر. ما قلتليش الجوازه دي حصلت امتى وفين؟ لا دي حكايه طويله احكيها لك المره الجايه. تسمع 150 جنيه. سلام عليكم. عليكم السلام. جميلة، أنا اسمي عسلية. لا عسلية إيه، أنا اسمي زينة. وأنت اسمك إيه؟ أنت لازم تستحملي معايا، لازم تستحملي. احنا كده شكلنا ملناش غير بعض. يا ترى الدنيا مخبيه لنا ايه؟